بمناسبة الكراهية، في إحصائيات جديدة الحقيقة أشارت إنه في تزايد لعدد جرائم الكراهية اللي بتستهدف الناس بصفة عامة بسبب عقائدهم الدينية، بسبب العرق أو ما إلى ذلك. بس هو التقرير ده طالع تحديدا عن العقائد الدينية، بنتكلم على بريطانيا. الشرطة في إنجلترا وويلز الحقيقة قالت إنه جرائم الكراهية سجلت ارتفاع بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي. 40% جرائم أكتر في إنجلترا وفي ويلز، مقاطعة ويلز، ضد ناس بيتقتلوا، بيتعرضوا لإهانة، بيتشتموا، بيتضربوا في الشارع، في الأندر جراوند، في أي مكان، فقط لأنه ده مختلف معاك دينيا أو ده مختلف معاك في توجهه. الإحصائيات قايلة أنه في 52% من هذه الجرائم راح ضحيتها بالفعل لمسلمون، وأنه عدد جرائم الكراهية بلغ رقم قياسي. أنا اتخضيت الحقيقة لما قريت الرقم، 94,098 جريمة من إبريل 2017 لمارس 2018. 94,000 جريمة، جريمة كراهية ضد المسلمين. الخبر الحقيقة، أنا خلونا ناخد هاتفيا من لندن الأستاذ محسن حسني، رئيس منتدى الشرق الأوسط. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين والمشاهدين الكرام. يا أهلا وسهلا. يعني الناس بتتكلم عادة عن الغرب، بتضرب مثل بيهم بالالتزام وبالقواعد وكل حاجة، فكيف لنا أن نقرأ مثل هذا الخبر اللي بيؤكد أنه 40% زيادة في إنجلترا وويلز نسبة الجرائم المتعلقة بالكراهية والتمييز الديني؟ تمام. طبعا بالنسبة للنسبة هي 40% زيادة فعلا مقارنة بالعام الماضي، والعدد وصل في العام الأخير إلى 94,000 جريمة، وهي بالمناسبة جرائم كراهية، يعني تعتبر من أسباب الدين، لا لها أسباب كمان أخرى زي أي، يعني جريمة الكراهية بيتم تعريفها هنا على إنها أي إهانة بيتعرض لها شخص بسبب دينه أو عرقه أو توجهه الجنسي أو إعاقته الجسدية. ف يعني هذه النسبة ليست كلها بسبب الدين. عفوا، لقد نفذ رصيد. هو مين مكلمين يا شباب؟ هو الأستاذ محسن اللي مكلمنا. طب نشحلك يا أستاذ محسن، معلش احنا آسفين. حاول، طب اتصلوا انتوا بيه يا شباب، ما هو عفوا لقد نفذ رصيده. لا انا حاول نتصل بيه يا شباب من فضلكم، لأنه بيقول كلام مهم، عايزين نفهم بجد موضوع نسب التمييز العنصري. هنحاول نعاود الاتصال مره اخرى بالاستاذ محسن حسني ليعلق اكثر على هذا التقرير اللي بيؤكد انه اكثر من نصف جرائم الكراهيه في بريطانيا تحدث ضد المسلمين.